السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. يا عاد اليوم عيماني. المهم أقول لكم، لا تقولوا لي بلاك اليوم متأخر. أولا أمس كنت أنا في دبي في العير، كان عندي الأشغال، ولا عرفت يا إني أسوي سنابات يا إني أجلس أهدرب أو أرمس وياكم أو أسولف وياكم. إنزين هذا أولا. فلذاك اخترت أبوي إني أخلص أشغالي وما في عرفت الرمس اللي ما توجف، هذا أولا. وثانيا الله يحفظكم، اليوم عمدا ناس الحين مثل ما تعرفون يوم الخميس اتاخر في الرقاد لاجل اني ما اقيل الخميس، ما شيء يمدي يكون سيره بحر ولا بر ولا دبي ولا شرق ولا غرب، فلذلك اليوم اجازه. انا ايامي كلها اجازه، اللهم لك الحمد. وصلاح ابوي خيب الطاح يفتح، صلاح يتريى خاري ومحتشر بالصبح يمر ايش ما يصير الله يكون نظر هذاك اللي يطري هالباغه اللي عندنا امس، هالباغه مزهريه كل حد يسميها مزهريه، يعني متعارف عليه مزهريه، يعني بغيت اظهر اسم جديد يعني من هالمتطورات، قلت بازه، وهو صدق بازه، يعني يا بازه ولا مزهريه ولا ما ادري شو، بس غير هالاسمين ما لها اسم، بازه ولا مزهريه، مزهريه والمتعارف عليه مزهريه اللي يحطون فيها الورد مزهري مات الزهور. يلا اخر واحد يظهر من البيت انا اليوم، انا اخر واحد هاد. واليوم ابوي بصبح شان بي حليله مجلب الزراعه تجلب، راض منها راض، لازم ترضم الزراعه، التربه لازم ترضم وتتجلب في كل اسبوع مره على الاقل تتهوى التربه، لازم تتهوى دور ما دار الزراعه، لازم امر ابوي بشاشيركم عمالكم بيادير يرضمون ابوي الزراعه، الارض اللي في اليليل هذا دور مدار الزرع هالحيضان لازم تنرضم في الاسبوع على الاقل مره ولا شبه مره، وتازم تشي كشفه، ها برضموها ردوا سووها، لا تازم مرضومه وكشفه تتهوى التربه، يسمى تهويه التربه، هذا شيء وايد ضروري. ها ما يبال عبال ضرب شيول كل مكان يبال دقيقه. نعم منو؟ شو تريد؟ سبحت. هي تسبحت. هي خير ان شاء الله. مبشاي وين صباح الخير؟ وين صباح الخير؟ وين اللويه؟ وين الحبه؟ وين البوسه؟ شو ياك اختربت؟ شو ياك اختربت؟ صباح الخير. صباح الخير يا عمو. تمام. عادة لما يدخل عليك واحد في سن ابوك لازم توقف. كرهت. ما اسمع. أنا أسمعك، أنا لو حبيبك سويت لي هق، سويت لي لوية، حبيتني. ها؟ تشرب شاي الأول؟ وبعدين بتلوي علي؟ انتي ما شيء مش انتي أدريبك بسير دبي الله يحفظك. بس بيدخلوا خدية؟ انزين ما شيء مشكلة، سلم عليهم، سلم على بنت هامل، قولي سلم عليك أخوي، انزين؟ خليك زي ما انت محسن، خليك زي ما انت شرب، ما بي يشوفك، ما بي يشوفك، بسرعه خليك زي ما انت. يوم بقول لك تعال تعال يلا بسرعه. كوبايتي انت كان شرب واحده انت لا ثاني وخلصتها. لا صح، منو شرب الشاي؟ ما بهو والنعم عفويت كان اقل. صلاح منو شرب الشاي مال محسن؟ اول مش عارف شو خدها كملها انا عامل. لا ما يبقى كمل شاي. تبخر صراحة عادي ولا باب عادي؟ عادي ايش عادي؟ شرب الشاي. اجي معك دبي يا لا جاي معاك. يقول لك لازم كرت دعوة، بتصير دبي لازم تيجي كرت دعوة. تعال اخذ الكرت بتاعك وانت خلي. خلاص حليه. صح اقول اسير البحر. البحر. ما بعرفش اعوم.
صلاح صلاح ود وياك دبي حبيبي. بيصير بتقوم مريم بتقوم مريم بيت بيت بنت اخوه انت ما تقدر تدخل حرام صح صلاح؟ صلاح حرام ولا ما بحرام؟ حرام شفت؟ استنى قدام الباب يتريك عند الباب يقول لك في الليل لو بعد ما يروح ويجي لو ما قلت لك والله ما بتحرد ساكن انت، انت لو بتشوف الحمار راكب على البقره مش شايفه على فكره ما لانك عينك طايره يعني انا قاعد ما صار وعلى فكره ترى محسن رد ابوي على الدواخه محسن ما يخاف محسن رد على الدواخه نحن متشارطين وياك يا في مصر ان جيت عندي ما تدوخ جقاره وامس ريحه الجقاره جلبت لي كبدي ريحه الزقاره تحرق العين من هجه ريحته غادي من الزقاره قال اللي ودر الدواخه قال لي وياه يا خالد مش حدخن محسن تعال جاي عليكم حاكمه هاي نحن متفقين تدخن ولا ما شيء متفقين؟ مش متفقين ندخن وليش الحين انت ما تدخن؟ انا باخذ اصلا 3 سجاير في اليوم 4 سجاير في اليوم 3 سجاير؟ 3 ورا الصبح واحده قول راشد راشد ايه؟ راشد يلا طاري الدواخه والزقاره الحين الاول اغنيه دايخ جقاره ولا دوختني عاشق ومفلس وجيبه خلي والله العظيم حيدها والله من سنين يغنونها عاشق دايخ جقاره ولا دوختني عاشق ومفلس وجيبه خلي والله بعد عاشق ومفلس وجيبه خلي تعال تعال ياي خليك تعال عاد بسرعه السلام عليك عليك اشوف شو هذا ما شاء الله ما شاء الله يا اللومي حافظ على لومي يا لبنان اشوف اظهر اللومي والباجي لي من هناك تحت بعد اي انت يا شامبي يا ابو المرق شلك راعه يا هذا شامبي هو المرق شلك راعه بلاك وياه شو شامبي صراحة قول يا شامبي يا ابو المرق اخبار شامبي هين زين بقول له خليل الاول ما خليل هذا خليل لا حبيبي شامبي شامبي زين شامبي زين هي هي خلي العين ما شافته بريوق الله يحفظكم اليوم حمسة تجبود حمسة تجبود حمسة تجبود لا فيها يقيق لا همك الله لا هم يحزنون ولا فيها زود بزراعه بس شويونة فلفل أسود ريحة وأكثر ما يكون الفلفل هالخضر أنا أحب لك اللي فيها حرورة شو شو ريوق اليومي بسرعة مال بيت هذا أوبن كلش يا هذا أبوي دنقو سكري يلا وهذا شو هذا أبوي شباب يلا كلوز هير يلا أوبن عادي يلا يلا وهذا ابوي بلاليط وعلاقه ثانك يو وهذا خبز وين هذا؟ هذا خبز المغرب مراد تحرون داخل العيد يعني يعني يكون طوح تبى تشبن انت؟ لا يلس يلس كل شوي حبيبي لا الذباب حرام يقول لك حرام يجي ذبان الذباب حرام يجي زين شو شو تبى حينه؟ بتسي زين زين يلا زين اقول لكم انا ما ايلس اسويها سندويتشات انا هاي طريقه تاكليها بهالطريقه حسب ما تمزر بطنك عيين وخبز ها تاكل ابوي بالخاشوقه لان بالخبز الخبز كم بتشد حبتين بعد الله العظيم صلاح انت امورك وايده امورك وايده الله كريم الله كريم نحن ما قلنا غير الله كريم فهنمونها وراها قرمة صغيرون لا أكثر ولا أقل طريقتنا في الكبد موجودة على الانستغرام إيش قال نسويها النمونة لا تقضي فيها صنة لا فيها دم لا همك الله لا هم يحزنون الكبد هي عبارة عن كتلة من الدم فلازم طريقة تنظيفها خاصة ما يستوي شلوها وسيدة على التاوة معلوم لكن لازم بيغدي فيها ريحه ولا طعم
طريقة تنظيف الكبدة وكيف حمسته وكيف تنخدم حاطيلكم إياها داخل الانستغرام. الانستغرام موجود فيها كامل طريقة خدمة الكبدة، حمسة الكبدة، كانها حمسة كبد خروف ولا تيس ولا عيل ولا حوار، كلها نفس الطريقة، كلها وكبدة العيل يا الله بعيد أخير عن كل شيء في الدنيا العودة نحصل العيل الرضيع. صلاح ما يلا له صلاح والتليفون محسن. سكت سكت سكت. ما تعرف أنا مخبيه هنا عادي. يا سلام نقط في جيبك هو. هلا هو. أنا على هذي. أشوف. شوف هذا تعرف التليفون تعال يا محسن ود وضحك صح شوي هون ها خير عليك السلام ها ايش عندك وعليكم بابا صباح الخير صباح النور عليكم السلام بابا تمام اهلين شو اخبار الحمد لله شيء تبغى تقول كلام ضروري خصوصي الساعه 8 ربع دبي زي ما شاء الله الساعه 8 ربع انا بوصل منك ياتي سامان خدمات ايه ايه ياسر كان موجود ولا ما في موجود؟ انا ما اشوف وهو ممكن موجود داخل البيت ياسر هي. نوم ولا واعي؟ وياتي بخشيش بعد؟ ياسر اعطاك بخشيش؟ 200 درهم أيوة. وين ظاهر الشمس؟ هاي اول مرة ولا اول اول مرة اول مرة؟ ايوه بيسقط بانيان بيسقط بانيان بيسقط بانيان نعم بيسقط بانيان 200؟ ايوه ياسر بن خدي اعطاك 200؟ ايوه هذه مصيبة قل والله صحيح ولا مسخرة؟ أول مرة صح؟ أيوة أول مرة كم سنة حين تصير هناك؟ واحد مرة قبل أنا رفع لبيت وشي بخشيش؟ لا 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 في هو ما في موجود أي حد ما في موجود أنا ودي سامان هذا 2 هرارة بس انزين ما عليه لكن قبل أعطاك بخشيش ولا أول مرة؟ ما يدي أول مرة هذه؟ أيوة أول مرة أول مرة وإن عدت له هنا أنا من الضالين ما يندرى بك الله العظيم الحين انا رحت هذا بابا ما ياتي بخشيش مشان انا رشيد بابا اول سلا يقول هسه معاش ياتي بخشيش بس لسه ما ياتي على طول يكبر اخر شهر اخر شهر هسه معاش ياتي بخشيش بس ما ياتي وين وين صلاح وين البخشيش؟ طار طار البخشيش؟ ابوك ما يجيب هو ركب داخل سيارة سكر اخ عليك يا صلاح ما كنت هنمون بخيل شو ياك؟ خبز اسد ما في واحد شو يخص اسد؟ شي خص اسد عايزها بالموقف دلوقتي صلاح ليش ما تعطي راشد بخشيش ياسر ياسر عطاه بخشيش خيخ هذا اول خيخ بابا خبر قدامي عشان انت تقول انا اثر معاشي ياتي 10 درهم لسه ما ياتي صلاح حبيبتي ما مسكين صلاح سيارة ايه. صلاح كلا صلاح يلا انت بزعلك مهدول صرت بغل يا صلاح اليوم انت روحك مش كده علفلك ها؟ بقولك انت شي بتاعي تاني صلاح شو ياك سويت هالنمونة؟ الشيخ هذا منو؟ هذا الدب خصلت هاي المشيخة انا جيت ليه؟ لا صلاح حبيبي شو ياك؟ الاول انت تندي الحين عنب وحتى بيزة ما تظهر شو ياك اخترت هالنمونة؟ ليش؟ أوي واقف تأخر الوقت إيه؟ يوم تأخر الوقت ما يظهر البيزات إيه؟ أيوة ها إيه؟ يوم تأخر الوقت إيه؟ ما يظهر البيزات إيه؟ لا حول لا قوة بعد هذا أمر جديد إنه من يتأخر الوقت ما يظهر البيزات خذ حلوة لو مريت شو خليه لا لا حبيبي بس أنا أبوه عاطين دري ولنا اليوم 200 بدنا ندبلهم دهن لا 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 بس ما يسوى بيظهر هذا جيمت هذا مرة ثانية مرة ثانية ما يبون عسب ما يمتنون حبيبي جبال لا ما أدري حبيبي الله أعلم بجد ليش ليش تعال إن شاء الله شوف اليوم شيء ثلاث احتمالات يا البحر يا دبي يا الوثبة الوثبة إيه؟ مهرجان شيخ زايد للتراث أول هي ما أنا من أول لين اليوم مستمر أظني لين تاريخ 26 هذا إيه لين تاريخ 26 بيتمر سيف منو سيف البديه سارة وقف سيف سيف البديه أدري حبيبي أدري
سارة و سنة وحا وحا زين يلا يلا يقول لك حرام لازم تلبس هدوم. يلا باي باي صلاح. باي باي الله يحفظك. شو شال لي شو هذاك عندكم؟ شو هذا؟ بالك بالك شو؟ بالك 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 زعلان عصبي اليوم. ها بتروح انا بلاد. ليش؟ ها بتروح انا بلاد. ليش؟ شوف انت صرخ بلا كل صاير ابو كذا والله كذا. ليش الصارخ علي؟ كذاب كذاب هذا؟ والله كذاب كذاب. ما يقول شرب شاي ما يتكلم كذاب كذاب اسود كذاب احتكار. زين زين هذا شوف احتكار. لا 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 صلاح تعظفي الباه قط انت. يلا مع السلامة. باب 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 يلا باي يلا باي باي. والله صلاح اليوم روحه فيلم. تعال شق البنك يا ابو كلنا الذباب كلنا الذباب كل الوقت البيت ساعه كامله اقول لك شق البنك شق البنك بقى لك دقيقه. زين البنك دي ما واضحه عندنا مفيش حاجه اسمها بنك ما اعرفش بنك وينه انا بهاقب عليك وشق البنكة وانا كنت رايح اشغلها. شوف شوف اللي ما زين اللي اي حافظ اي لسه اللي يتخبرون يقولون كبده الدياي نفس الشيء. هي نعم نفس الشيء. اي نوع كبده ترى الكبده عباره عن كتله عند مامين دمريج فلازم الكبده يخدمونها بهالطريقه ماء يكون يطبخ يفوح هاي الساعه عق الكبده وتظهرها في نفس اللحظه اقل عن ثانيه اقل عن ثانيه وتصب عليها ما بارد وترد تحمسها من يد ويديد لا وتشوف انت الماء شو يغدي مدلخ الماء يغدي مدلخ. صورت نزلي تحت هذا الحين شو يسمونه غريبة. ها غريبة غريبة انت عبارة هذه بسمسم وهذه باللوز وهذه باللوز وهذه قرنفل يعني ثلاث نمونات الحين ثلاث نمونات هاي وحده بالسمسم السمسم والهيل هذه والهيل وهذه هذه باللوز وهذه هذه بالقرنفل واللوز. ايوه يا ربي مقواج. يلا شكرا شكرا. وين صباح الخير وين اللويه وين الحبه وين البوسه شو يا اخترب شو يا اخترب. اليوم هذا التجليب هذا التجليب على ما تشوفون. شوف انت حينه شوف كل شوف 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 شان بيثبت ثبت. شوف انت هني جلب كامل هني عند عند اليد. ليش ما جلبت هناك؟ هي مت لا هني ما قلبت انت وهناك ما قلبت. شوف لا هناك ما قلبت ما شيء جليب هناك. هذه شوف هايك البرتقالة في مجلب وهذه هني عند هاي. شوف جلب كل مكان هني منك ما جلبت زين ولا منك مجلب انت؟ والله اوكي سامحني سامحني ام فيري سوري. زين تعال ها كله مجلب. ايوه بارك الله فيك. ايوه شكرا 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 شكرا. شوف رقم لازم عاد تجلب زين فوق تحت. شو هذا شو هذا شو هذا هذا شكل لا شوي هني زياده لازم. وين السماد وين المكان السماد وين سامد جلب زياده حق يبقى تهويه. ايوه بارك الله فيك جلي بالله يسمونها تهويه لازم في الاسبوع مره مرتين مره مرة. اليوم اللي ما يكون فيه ري اليوم ما في ماء. لا هي شوف اليوم ما شيء ماء اليوم ما شيء ما شيء ما شيء ري. ها شو ما شاء الله برتقال تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد وبارك الحمد لله رب العالمين. شوف البرتقال هاي بوسرة هاي بوسرة وهذه يسمونه برتقال موردي اللي داخل لونه وردي لون زهري مع برتقالي مكس
لون زهري مع برتقال. بقص لكم واحدة حينة ونرويكم إياها. يا ربي ما خبي. هاي البرتقال الموردي اللي قلنا لكم عنه. افتحها افتحها. هل يخبركم عنه. شوفوا سبحان الله. هاي عاد مزروعة هي ثلاث من خواتها. كلهن ثلاث. هنتين من غير. مزروعات من أول ما سكننا. من نوع الغزمي ما يتعظم أن يصير كبار وايد. هذا نوع. هذا اللي يسمونه برتقال موردي. والشكر أريج. سبحان الله. كبير سلام عليكم. هلا يا ابو محمد. جود مورنينج. صباح الخير. زين هذا برتقالنا. هذا اللي احنا توني قلت لهم حق الجمهور عن اسمه. هذا قلنا لهم وخيبه ما يظهر. ما قلناهم عن اسمه. عندكم بلادكم شو تسمونه؟ ماوردي. صدق والله برتقال ماوردي. ويكون طعمه حلو يعني. ايوه بس يكون بعد اغمق من هيك شوي. ها يكون اغمق من هيك شوي اغمق. زين من بعد يظهر في هالصباخ هالنمونه. الحمد لله بنسير الله يحفظ. حبة يقولون ليش جاي انك الخبير؟ عندنا شغل في محكمة ابو ظبي دار القضاء. هاي الجديدة العودة اللي داخلها الشلالات والدنيا والعلوم والاخبار. بنسير ابوي عندنا وريقات بنجيبهن وبنظهر. لا شاكين على حد ولا حد شاكي علينا. ها بتحرونا لا نشكي على حد ولا حد يشكي علينا. نمشي ابوي على مقال المصريين جنب الحيط. زين؟ ومحسن تروح معنا ولا بتيلس؟ ابو محمد انت عايز تيجي معاك ولا لا؟ والله هاي ما شاء الله طعمتها مثل اللي عندنا. هي زين مميزه يعني. سبحان الله تحفه. صبخه تحفه. صباخ صبخه هذه صبخه ويظهر هالنمونه نعمه. يبقى الحمد والشكر. حتى اللون يعني هي اللون زهري. هي لكن عندكم اظن يطلع شوي اغمج منها. السلام عليكم. وصلنا المحكمه. عندي شغل. ها شو الحين اعطينا السياره حق هل البالي باركينج. انزين شو سؤال؟ كيف مارك سؤال؟ question كيف؟ أنا question يعني شو ولا أنا question؟ question يعني VIP ولا؟ أنت تريد أرباب VIP normal. normal وين VIP كيف؟ VIP هنا قريب واجب normal شوي بعيد واجب parking. لا أنا وقف آخر الدنيا وقف. آخر الدنيا. آخر الدنيا. ولا بارك. وقف مال. آخر الدنيا وقف. لا توقف قريب ولا عندك خبر. آخر الدنيا وقف. حاضري حاضري. خرب الله. بي اي بي ابغي. لا انا انت الحين تاخذ بي اي بي ولا نورمال؟ اكيد نورمال يعني. ليش انا اشيل بي اي بي انا؟ انت بي اي بي؟ سيارتي مش بي اي بي، سيارتي عاديه. كيف اشيل بي اي بي؟ لذلك لذلك شرطه ابو ظبي الله يحفظ. شوف بالله عليكم هاي الحين على اساس انها يعني المحكمه القديمه يعني. المحكمة الجديدة روحها يا أبوكم بهجة للأنظار. وهذه الجديدة الجديدة روحها يا أبوكم تصروع عقل لما يتصروع عقله. تحفة معمارية يعني كلمة زياق قليلة عليها. ولا مبنى لا مبنى كومنولف ولا البيت الأبيض ولا البيت الأغبر. يوصل أبوي ربع مواصيلك أنت يا محكمة أبوظبي. شكلا وجمالا وهندسة لكن من داخل ترى ممنوع التصوير. خفت قالوا ممنوع انك تصور. ممنوع منو يقول اني انا في محكمة. طيب عليكم شوفوا شوفوا الدرج شوفوا الشكل شوفوا الستائر. والله يا ابوك ما تقول يكون الحين حد يشوفني اني اصور قال لي ممنوع التصوير. يا زي ما صورت لا شيء ولا شيء. ما صورت اوادم عيبني الدرج. قلت بصوركم اللون هذا الفنان والترتيب. والله يا ابوكم لان عجبه عجبه من عجائب الدنيا اللي يكون شيء كاميرا بعد فوق تصورني ولا شيء. شوف والله عجبه 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 محكمتنا. نحن بكبرنا عجبه. بلادنا كلها عجبه. البلاد بكبرها عجبه. اي والله البلاد الامارات ترى عجبه من عجائب الدنيا. سبع والله الاول سبع الحين استوى ثمان. ثامنة تنهي الامارات. البلاد صباخ وكثبان رمليه تغدي في جيل يا رب ارحم قمض برج تغدي هالنمونه. اي والله ماجيك. يوم تدخل في القصور الملكيه اللي عمارها اكثر عن 300 400 سنه تلقى بنفس الطريقه ونفس الشيء. سبحانك يا رب ليكون ان شاء الله ما دوك ماكي كاميرا هناك. مساكم الله بالخير والنور والسرور. انا وين موجود؟ انا طالت اعماركم موجود في محكمه ابو ظبي.
في دائرة الغضاء عند الدكتور صالح خميس السهيل لينيبي مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي. سلام عليك استاذي. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالك الله يحفظك. الله يطول عمرك استاذنا. الله يطول عمرك استاذ. الله يبارك فيك يحفظك. جايينك بدون موعد. لكن الحمد لله عطيتنا من وقتك. ويزاك الله على كل اللي تقدمك الخير. أنا فقط عندي وجهة نظر أو استفسار على اللي أشوفه. أنا حين دخلت محكمة. صحيح. المحكمة من تدخلها الأول تحس قلبك بشرات الصكة تيك من الأسم. الحين نحن دخلنا المحكمة كأنك داخل قصر من قصور شيء الخيال. شو مغزى العظمة؟ تسامحا وعدلا. كيف؟ هذا يا طويل العمر مباني دائرة القضاء كلها نعم. تشوفها هي المظلة الكبرى للعدالة نعم. والإرساء القانون الحقوق تساوية لدى الناس. المحكمة فقط لا تنظر في المشاكل في مشاكل الناس، وإنما هناك جوانب إيجابية أخرى مشرقة. نعم. عندك الكاتب العدل والتوثيق، عندك العقود والزواج، عندك التوجيه الأسري، عندك الإصلاح، عندك كذا. القاعات اللي أنت تشوفها اليوم يجب أن تعكس هيبة العدالة وهيبة القضاء. الحقوق لدى الناس متساوية، فإرساء مبدأ التسامح والعدالة هو الركيزة الأساسية للمحاكم والقضاء. شو اللي أنا قصدي أكثر شيء اللي أقصده شو السر في فخامة المحكمة من فراش من ديكور من علو أسقف من ديكورات من أشياء من يعني أشياء مناظر جمالية يعني ما تشوفها إلا في المتاحف وفي القصور ونحن في دار قضاء شو هالأبهة اللي نحن فيها على ما قال المصريين صحيح جرت العادة نعم أن كافة المحاكم وقاعات المحاكم هي منصة لإعطاء الناس حقوقها وللمتقاضين فيجب أن تكون منصة العدالة فوق كل شيء وأن لا شيء فوق القانون ونحن في دولة قانون ومكان يطبق هذا القانون فلذلك يجب أن يعكس هذا المبدأ يجب أن تنعكس على مبانيها وتنعكس على مكاتبها يعني وقاعاتها يعني كله يكون فخم لازم يكون فخم سبحان الله هل هذا بس في دولة الإمارات ولا في البلدان اللي من غير والله يعني معظم المحاكم اللي زرناها يعني تكون على مستوى يعني راقي من الفخامة لاستقبال الناس وين زرتوا مثلا زرنا طبعا دول أوروبا زرنا كانت آخر زيارة عندنا جمهورية الصين كذلك في شي كانت محكمتهم على نفس المبدأ ولكن الحمد لله رب العالمين احنا بمستوى عالي جدا من الفخر سبحان الله نعم الله اللهم ادمها نعمة الله يطول عمر أولي الأمر حقيقة اللي حرصوا على عكس هيبة المؤسسات الحكومية سبحان ويجب الله. أن تكون للناظر وللزائر والمراجع تعكس هيبة هذا المكان اي والله يا اخي انشرح خاطرك مكان روعة يعني وبينك داخل المحكمة اللي هناك هو أمنيا ممنوع التصوير صحيح. أنا تميت هالقط شوية ويوم ظهرت خاري صورت المحكمة مخاري من برا ما ممنوع شيء في منتهى الروعة يا أخي تقول كأنك جالس تحلم لكن هناك فلسفة على فكرة للمباني اللي أنت شفتها كيف؟ أيوة هذا المبنى اللي أنت تشوفه خمسة أبراج نعم تركز يعني هذه الخمسة أبراج على الأركان الخمسة للإسلام نعم هذا واحد المبدأ المظلة اللي أنت تشوفها فوق المباني هالكبيرة البيضة العودة المظلة العودة هذه الكبيرة هي. هذه أن لا شيء يعلو يعني يعلو على القانون أيوة هذه مظلة القانون نحن نعتبرها القبة القضائية الكبرى اللي هي موجودة الأبراج هذه مقسمة تسهيلا على الناس وعلى تسهيلا على المراجعين يعني عندك قاعات المحاكم الابتدائية في جانب قاعات المحاكم الاستئنافية في جانب قاعات محاكم النقض في جانب ومن ثم عندك أنت البرج الخامس اللي هو برج النيابة العامة كذلك نفس الشيء عندك تسهيلا على المراجعين المداخل من جانب آخر ومن جانب الموظفين كذلك مدخل آخر للمراجعين مما يسهل عمليات الانتقال من مكان إلى مكان المبنى ملائم لأصحاب الهمم
وكبار المواطنين مثل ما شفت أنت، يعني كل ما يعبر عن ذلك أنه صديق للبيئة كذلك. سبحان. تجد شلالات المياه من الداخل، وتجد إذا مريت حاليا أنت بتشوف المكان كبير وواسع جدا ذاتي التهوية. سبحان. نعم. جزاكم الله خير. الله يسلمك إن شاء الله. ما عليه سامحني، احنا بنتكلم طال عمرك عن التسامح. شو معنى التسامح في مخيلك؟ السنة اطلق على العام عام التسامح. التسامح هو مبدأ أصيل من مبادئ وأخلاق أراضي هذه المنطقة. نشأت دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخنا على مبدأ التسامح، لما نجد نحن أكثر من 200 جنسية وأكثر من عشرات الديانات يعيشون على أرض واحدة في تناغم كامل، تطلع مساء أو نهارا وأنت في أمن وأمان، هذا التسامح. ومن عشرات السنين. طبعا من عشرات السنين، من متى؟ من بدأت الدولة أصلا. سبحان الله. أمس كان عندنا نحن برزنتيشن من متحف الدوفر اللي وجدوه في صير بنياس، اللي هو مال أحدى المحفورات اللي تدل على أنها كانت هناك كنيسة من أكثر من تقريبا أكثر من 2000 سنة. إيه؟ قبل الميلاد يعني. قبل الميلاد نحن نتكلم أن كانت هناك أحافير تدل على أن هناك كانت كنائس موجودة في صير بنياس، هذا اللي أخبرونا عنه في اللوفر. ونحن فعلا لما تشوف أنت أرض تلاقي حضارات وتلاقي التسامح في مكان واحد، كل هذا اللي نراه ونعيشه أصبحت عاصمة للتسامح. اللهم لك الحمد. نعم اللهم لك الحمد. أنت اليوم تجد أنت كافة الناس تتهافت على عمل الفعاليات في هذه الدولة، أولمبياد الخاص عندك، أنت كأس آسيا عندك، عندك استقبال البابا فرانسيس، عندك استقبال فعاليات إحنا لا نكاد نذكرها ولا نعرفها. أنت تدري أني أنا يوم كان عمري تقريبا 15 سنة حضرت لقاء للبابا، تدري وين؟ في مدينة زايد. مدينة زايد بعد الحين دي زايد الأولية. الله. اللي قبل 40 سنة. أنا بخبرك في وين. شو كان اسم البابا؟ اسم البابا لصقف مكاريوس. مكاريوس. نعم لصقف مكاريوس جاي زيارة لحياة الشيخ زايد. ومنو عازمنا حياة هامل بن غيث. هامل بن غيث القبيسي في بيتهم. الشيخ زايد عازم الله يغفر له، جاي لنا زائر من بلاد لين أبوظبي، زائر الحكومة، زائر زيارة رسمية، وعزمه هامل بن غيث زيارة خاصة في بيته في مدينة زايد، وكل اللي حاضرين هاي العزيمة يعني حد منهم توفى والأغلبية باجين. شيء كبير أنك أنت الموضوع من 40 سنة هذا التسامح موجود، مش من سنة وسنتين. فلذلك هذا شيء معروف ومن منذ القدم. فهذه نحن عايشين في تجانس وتسامح من 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 عشرات السنين. اللهم لك هذا الفرع من ذاك من الغصن، هذا من ذاك الأصل. اللهم لك. فلذلك نحن نعيش على هذا المبدأ اللي هو أصيل أصلا في هذا الشيء. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. استاذي نحن يونا ضيفان اثنين. نعم. هذا الرجال وهذا الرجال، أنا ما أعرفهم الله يحفظهم. الأخ سعيد صياح الحميري. والله ونعم. وزارة الإعلام والمنصات الذكية. ما شاء الله. عندنا حافظ الأبيض العبري رئيس قسم الاتصال الحكومي والإعلام. والله مليون مرحبا بكم. مرحبا بكم سهلا. استاذي الحين نحن قالوا لنا هاك اليوم ممنوع التصوير في المحكمة. شو السبب؟ شو السر في موضوع منع التصوير داخل المحاكم أو في ردها المحاكم أو ممراتها؟ شو السبب؟ هو صحيح حقيقة يعني أن التصوير يعني احتراما للخصوصية في هذه الردهات. على سبيل المثال إذا تكلمنا مثلا عن معايير حقوق الإنسان بالنسبة للموقوفين، الموقوفين اليوم ما يمرون عبر ردهات أو ممرات دائرة القضاء احتراما لكرامتهم ولصيانة لحقوقهم، يمرون عبر ممرات آمنة مباشرة إلى قاعات التحقيق، وحيث يتم التحقيق معهم بخصوصية بين أعضاء النيابة وبين الموقوفين. وكذلك رحنا إلى أبعد من هذا بالتكنولوجيا. نعم. أيوة. نعطيك في التكنولوجيا الفيديو كونفرنس، أصبح الآن النزيل أو الموقوف في مكان السجن عبر الفيديو كونفرنس، يتم الآن عبر الفيديو كونفرنس بين السجون أو المنشآت العقابية وبين دائرة القرار. يعني يصير ويا ما حد رابع. وحتى في مكانه في مقر عمله
وهذا الإنسان موجود في مكان آخر يتم التحقيق معاه عن بعد. سبحان الله. نعم. هل شو سبب منع التصوير؟ سبب منع التصوير مثل ما أخبرتك أن هناك يعني كرامة الإنسان و وما نقدر انه يكون مقيد يعني قصدك لا غير انه مقيد حتى المراجعين اليوم اذا انت مريت في مكان وما ترغب ان احد يصورك كذلك في مرفق حكومي نعم. انك انت قاعد تؤدي معامله نعم. او غيره نعم. نعم. هذا سبب من التصوير جزاك الله خير وبارك الله فيك وسامحونا مشكورين يا شباب مشكورين بارك الله فيكم مشكور يا ابن شيبان الله يسلمك مساكم الله بالخير بالنسبة للي يبون إعلانات يبون عرض منتجات تم أي شيء أنا إذا المنتج مش مصرح به ومش مرخص وما يكون زين ولا هاي كواليتي ولا جود كواليتي ولا نوعية جيدة ومميزة وممتازة ما أعلن عنه وما أخبر عنه أنا أخبر عن الشيء اللي عيبني أنا أنزله في حسابي واللي ما يعيبني لو بيطرش مليار ما بحطه في حسابي لو ينجلب الشب حب لو ينجلب الشب حب ولا الحب شب مستحيل اني انزله في الحساب او ان نحن نقول عنه شيء زين وهو مبزين قيمة الاعلان هذا شيء ضروري الحين انت انسان بتبيع وبتشتري وبتحصل رزق ونصيب بلاش ما صلى المصلي وصام اللي يبغي في الجنة مقام ما شيء بلاش فاللي عنده منتج زين ومميز ويحس ان العرب ترى الناس ما بخبايل الناس تعرف الزين مشين لو ان شاء الله تحطه في السي ان ان وهو مزين ترى مزين ولو تحطه ان شاء الله تبرز به في الشبرة وهو زين الناس كلها بتهافت عليه نحن الاعلان اليوم نقول الشيء زين يعني هاي مصداقية والناس تدور يوم يدورون الإعلان غير والتزيين غير نحن لعنن لأن في رقم كبير يتابعون المشاهدين بيعرفون نحن ما نمدح الشيء وعسب الناس تاخذه لا نحن نعرض الشيء وكل إنسان وله ذوق وله نظرة وعين ميزانة الوادم كل إنسان له ذوق وله شيء يوز له وشيء ما يوز حد يعيب العدل حد يعيب نسبة الإعجاب درجات حد يعيب يعني وأنا عندي تيم عمل مجموعة موظفين من مهندس من مصور من طحنة الزمان ولازم نطالع الموقع ونشوف الشيء إذا أني يرزى التصوير صورناه والشيء اللي ما يرزى ولا يسوى لو بتيب لك كتومان ما صورناه والشيء العادي ترى والمبلغ اللي احنا حاطينه شيء رمزي ما يرزى شيء رمزي بيعت كيكتين ثلاث تيبين المبلغ اللي انت دافعت انه محسساتني كأني نطلب دخل عقار بهانس ما يعطي معنا ترى موظفين لهم اجارات لهم معاشات لهم طحنة الزمان لهم اول وترخيص روحة ترخيص من الحكومة بدبغة بيزات هم سماء ماخذين عني ترى ترخيص نحن ظهرين نسوي الشيء هذا مزاولة الشيء هذا بالاعلان وغير الاعلان بيزات مسوين ما بلاش انا ابوه لينان هو منو اللي يسوي شيء بلاش يكذب من حبه لين مشى اللي يقول ينزل اعلان بلاش ما حد ابوي يسوي شيء بلاش يكذب من يابته اما لين اليوم اللي يقولكم انه يسوي شيء بلاش في حب الله ما حد يسوي شيء في حب الله اللي يسوي حب ابوي حب الله ما يخبر به ولا يطيه ولا هذه يسمونها فشره وخقه نحن ابوي ما بهالفشره وخقه نحن ناس واقعيين نعرض الهست وبيزات ما شيء دعم للمواطن شيء رسمي دعم الانسان المقيم شيء رسمي رمزي يسمونه رمزي وانا قلت رسمي كل واحد المهم شيء رمزي بعد شيء اقر عن الشيء الرمزي قلنا ابيع ما وراك ودور وكد علينا نحن بهانس شيء لا يذكر بترول وسيره وييه انا ابوي انا ما كمبني تحروني كمبنيه انا ما بكمبني بس نحن الحين ما تعرفون ليش سوينا هالرمسه كلها هالحوار كله الحين ارمس مهندس منهل شو اقول قول الشيء المشكله اللي تصادفنا نحن في الاعلان واللي يتصلوا بك يتصلون فيه ناس كثير يقولوا لي دعم زي. يعني محتاجين دعم ما علي يعني كلهم يقولوا لي ما في دعم انه زين طيب يعني كيف دعم يعني سوي لي اعلان ببلاش
كيف يعني ينزل لي المنتج مالي ببلاش؟ هل المنتج راح يتوزع ببلاش؟ يعني قلهم لو خلنا نشوف المنتج يعني شو عندك، شو تسوي انت بالمنتج زين، شوفه زين مو بزين زين، طلع زين ومنتج اللي تبيعه الصندوق هذا ب 10000 و 5000 يعني احنا حطينا سعر رمزي انزين، يعني سعر بسيط جدا على انه يتصور المنتج ويتصور تفاصيله، اذا كان المنتج زين كويس بيتصور وبينحط رقم الواتساب وبينحط رقم الحساب الانستغرام، اذا كان منتجه يعني الكواليتي تبعه عالي ومرخص، ومرخص اكيد طبعا. فبنرد نحط لكم الحين الرقم مال ابراهيم اللي هو المهندس منهل العاصمي اللي هو قابض، شو اسمه وظيفك؟ اعمالي شو؟ مدير اعمالي زين. مدير مكتبي زين، مدير مكتبي منهل العاصمي ابو ابراهيم، هو اللي عنده ابوي البارض وله البارض انه يرمس ويتفق ويا الوادم عنده التفويض، كان محل ولا سوق ولا عنب امس مال سيلفرج في لندن، هو متفاوض وياهم، هو رامس وياهم، هم متفق وياهم وهم خلص ومسوي لي الحجوز. ابوي لا حريص تقول تحروني ساير من تشيسي امس لندن، ابوي سيلفرج هم دافعين ابوي عن فندقي وفندق ابراهيم وتذاكرنا وعلمنا وخبرنا ومعروفنا، بس المطاعم علينا الحين عشان تبون الصدق. بعد بيزات ترى احليه ما قصروا هنا عن تغطيه سيلفرج كامل، ترى البيت وهو اللي مرتب وياهم، هو اللي سوى جلستنا كم بنيس عندهم وكم يوم والساعة كم بنزورهم، كل هو متجر سيلفرج في آخر الدنيا. فأنا حين أبوي نسوي كل شيء وللدوائر الحكومية، شو ده إبراهيم رب مسم الدوائر الحكومية اللي تغطيات يعني اللي يحبوا يتكلموا عن الخدمات الرقمية بالدوائر الحكومية. زين على حسك ممكن ابو محمد بيتكلم عن الخدمات الالكترونيه بالدوائر الحكوميه مجانا إيه؟ بدون اي مقابل يعني، واي شيء يحب يعرف الناس بطريقه بسيطه عن الخدمات الالكترونيه ابو محمد بيجي بيعرفهم بشكل بسيط في كل الدوائر الحكوميه. شو تشي يعني هي زين انت فاي شيء مال خيريات جمعيات خيريه نحن نسوي بلاك بحب الله من استوى السناب، اي شيء خيري تبع اي شيء خيري في حب الله شيء مال بلاش نسوي بلاش، لكن اللي بيسوون تجاره وبيع ومشترى ويدخلون الاف وملايين تعالوا سووا لنا دعم يليش في العقل شيء يعني شيء يعني لا هي ولا لا شيء شيء ايه يا سرط يلا يعني كل شيء خيري وكل شيء يخدم الناس يعني دوائر الحكوميه هي. هذا بيغطي ابو محمد ببلاش الخدمات الالكترونيه او الخدمات الجديده اللي تصير في المؤسسات الحكوميه اللي ما حد يعرفها. ايوه اللي ما حد يعرفها ابو محمد يغطيها ببلاش بدون اي مقابل. نعم واللي يبي تنسيق المواعيد والاوقات كله عندك انت اكيد طبعا بعد يلا شو تسوي انت هنا؟ زي هذا مكتوب حقك انت لو حق خالد الخالدي؟ لا حقك كذا مش مكتوب نغيت القدر ان شاء الله بال ما يزخونك ان شاء الله. هذا شو حين وياي؟ هذا هم متى جاي؟ قلت ساعة واحدة. ما قال لك عند منو؟ لا حفيظ اللي سكت. زين هذا ابويا من عند الجماعة هاي شو ما قريبه فيبين عليه فنان. اليوم الاربعاء وياي من العين هو مسوي لي هذا اللي تحيدوه قال لكم انا في خاطري اللي هو مرقه زبيدي ترى مال البارحه هذا ابوي مال البارحه خليته لي اليوم واليوم الحين حطيته هذا اللي هي مرقه زبيدي هذا على ما تشوفون زبيدي كلها لحمه كلها بلح زبيدي كله بلح وجليل عظمه عظمه ترف فنان رقم واحد الله يحفظكم رسالة كريمة من أهل الكويت يقولوا لي خالد أنتوا لفوق تسمون السنام سنام اسمك من فوق هذا وين علباها يقولون هل الكويت وهل الأول في الكويت يسمونه هذا قارب اسمك قارب الزبيدي اللي هو هذا أخير قطعة في الاسمك اللي هو القارب هذا أحسن قطعة في الزبيدي تحت نطرش عاده خبر من أهل الكويت وقال لي عنه
ما شاء الله عليكم يا أهل الكويت. وهذا طرف ثاني مال غارب، هذا غارب الزبيدية، وين البطن من هناك الطرف هذاك، شيء لذيذ لا صار ولا استوى. وهذا الشيء اللي كم أكبر أبو يايلنا من عند الأخ الفاضل العزيز أحمد السركال. Say thank you مستر أحمد. Thank you sir. مستر أحمد. مستر أحمد. صلي هاي ترى ما تسمع. Thank you مستر أحمد. سركال. 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 Thank you. الله بخير. أنا أبوي في العين الله يحفظكم. وأول ما وقفت سيارتي وقف لي هالريال لا أعرفه ولا غير هو يعرفني وهو بعرف عنه. أنت معروف أنا خميس بن راشد سبت الخيدي. والله والنعم. الله ينعم بحالك يا أبو محمد. الله يسلمك ويطول عمرك. لا خلينا. خير الله يسلمك ويطول عمرك. فرحت إنك تعرف. الله يفرح. أنت يعني أنت من هون اللي ما يعرفك أبو محمد. لا خلينا. العرب كلها تعرفك. وتعرفك ما شاء الله نحن استفدنا كثير من أفكارك. أنا أتابع وأشوف الأفكار والكلام ما شاء الله ثقافتك شاملة في كل المجالات. اللهم لك الحمد. ويزاك الله خير. وهاي نحن يسمون سعيد. الشعب الشامل. والله الشامل. نعم نعم نعم. كل إنسان راعي الإمارات. نعم نعم الله يسلم. مرحبا يا أبو محمد. الله يحفظك. دعت الله. دعت الله. ما تسامحك ما تسلم على إبراهيم. ضروري ما أدش إبراهيم. يا هل إبراهيم اللي ظهر لي على آخر الدنيا. لأني ما ذوب حصلكم كلكم. لا أدواي زودوها. أقولكم أبوي لا شيء وثبه ولا الله قال العالم أبوي كلها مشدوها ويا المباريات الله يوفق إن شاء الله منتخبنا ويغلبون هل الهند وإن شاء الله إنه يفوزون ولا فينا أبوي يصير وثب ولا شيء برد ولا فيه اليوم إن شاء الله بكرة يكون مساي كله في الوثبة إذا الله جعلنا من الحين يوم هذا قال أبوي العالم كلها في المباراة وأنت ساير تدور العرب والعرب أبوي كلها تتابع المباراة فننصحك انك ابوي تأجل سيرة المهرجان الشيخ زايد للتراث لين بكرة قلنا لهم تم ماكم الا اللي يطيب خاطركم يلا نرمس خلاف عاد حيوين بدق براسي لا بحار لا دبي لا شرق لا غرب والله ما بعرف وين بسير الله المستعان شو بقولكم العالم اللي في الدنيا كلها ابوي في البطين اللي في الدنيا هذا محي مكان ابو النمال باركن مال بيزات يعني مال فالي باركن زين والعالم اللي خاري كثر التراب السيائير اكثر عن الوادم ما ذي كل واحد جايب سيارتين ما تعرف شو السالفه سبحانك يا رب امه لا اله الا الله كل هالعالم موجوده امم انا ميلس من الصبح البيت ضايج اقول وين بدق براسي ما شاء الله ثرها ابوي الدنيا ربشه وحياه الدنيا ابوي من جلبه فوق تحت وضبي بالاخص البطين وين احينا هنا وين البنايه هالكبار لها اسم البقعه هاي اللي مضيعتنا هم بتلقطونه هني والله مليون مرحبا مليون مرحبا بسلطان ايش حالك لا خلينا منك طيب كيف انت نعم يا فرحتي اليوم بشوفك لا احنا فرحانين بشوفك لا خلينا منك ريحه الطيبين رب الله في البطين لما في العرب كلها اللي من المشرق اللي من الشرق واللي من الغرب كله ويون البطين كمبني يلا الكمبنية كله ويون الله يحفظك اوكي ناو فيرست وي اي نيد تو نو يور اول يور نيمز اوكي ماي نيم از ايميلي ليندا تافاتوا ان ايميلي نو فروم ذا بيجينينج يو ايميلي انت تافاتوا ليندا ما شاء الله ماي نيم از خالد نايس تو ميت يو ثانك يو هذا العشاء اللي انا طالبه السلطه سلطه ما يسمونها لها اسم وهذا نغار شيء غير نمونه وهذا بعد من غير بعد نغاره بعد غير نمونه وهذا بعد ربيان ويا سوس ماله المهم كله فنان وكله قاوي شكله شيء يقول يوحي وهذا خبز شيء عليه زعتر بعد من غير الحمد لله والله انها حياه هني في البطين حياه وخلق الله ما خلق عالم وزحمه في هالمكان اللي انا فيه وين بيت قوم وين في ظهر بيت قوم بالحر الجمعية لها اسم المنطقة هي غير أنا ما أعرف نسيت اسمها لها اسم هي كل حد يعرفها غير ورا مصرف وضع بالإسلامي
حيال عالم كلهتي شوه خلق الله ما خلق ورقم كبير من المطاعم والكافيهات وما ادري شو على البحر مره ويلسات من اربع ما يكون شيء جميل وفنان والله بالنسبه لي ابو ظبي ونحن ما نعرفين دق بروسنا والله يا ابو ظبي فيها اماكن ما توجد في اي دوله في الدنيا العوده على ارقى مستوى واحدث نظم واحسن خدمه واحسن مطاعم واحسن كافيهات كلها موجوده فيك في ابو ظبي يا الله يا رب تحفظها من ده العاصمه تدربي انا اليوم وين الحين تنبيت ابويا حاجز الامواج لوين المارينا ويوم جيت هالمكان ما رمت الا اني اوجف وقفت ابويا وصفت على اليمين وجلست اتغزل في هالمنظر الجميل المنظر اللي يسلب العقول منظر العاصمه عاصمتنا الغالي ابو ظبي الحبيبه عاصمتنا الفنان اللي ما تسواها دار في الدنيا العوده بلادنا الجميلة يا الله يا رب تحفظها من دار ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا ابو ظبي غادي عروس 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 بمراريها وستميها وشغابها وكواشيها يا ربي ولا حط على راسها الطاس وبني شو بقولك ما في شيء والفتخ والحيول والزنود والهيك كل امر كل شيء مميز تلقط فيها كل شيء مميز وظبي كل شيء مميز تلقط فيها وغادي تلض بكبرها تحرها عروس 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 بتيجانها ودنياها كامل حلتها وحليها وغادي ما شاء الله عليها تلض بكبرها يا الله يا رب تحفظها من دار من عين كل حاسد مكار الله أكبر عليهم بسم الله عليك من دار يا الله يا رب تحفظها وتحفظ كل من سكن فيها وعلى ما قالوا هالمصر الإمارات وبس والباقي خس يا ربي والله يرتبون الفص على الخاتم يرتبون الفص على الخاتم لحظة ركبوا لك الكلمات والأغاني مرة ما يغلبهم شيء تبارك الرحمن نعم أبو ظبي فيها أبقع وايدة ابقع وايدة لا تعد ولا تحصى ودك تمشي ليل بنهار ما تملها ليل بنهار ما تمل ابقع اللي فيها لكن يبقى حد يصير ويي يبقى حد يصير ويي ويظهر والله يبوكم أنا عدي أبو ظبي داخل في نص البلاد تدرون متى ما يندرى بمكمل شهر ما يتى في الليل من يعديني في الليل إلا استهناك إلا في الزراعة وما أظهر هي والله لكن شيء جميل والله انك تظهر تغير جو تظهر يعني من مناطق اطراف ابو ظبي داخل ابو ظبي روحها انا ما تديت هاي اول مره يمكن من شهرين ثلاثه ما طحت ابو ظبي في الليل واليوم شوف يوم الله راد لي ما استوى هو شمال ما حد سار البحر ما سد لا شرق ولا غرب فيوم جيت ابو ظبي لقيت ما شاء الله تبارك الرحمن صار حد من العرب ما ودي يظهر منها فنان الدار كل ما فيها فنان يا الله يا رب تحفظ يومي هي فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن السيرات والييات البحور والبرور الطباخ والنفاخ القصص الخراريف السيره اليي كل شيء موجود على اليوتيوب لا تقولون ما قلنا لكم كل شيء موجود على اليوتيوب طالعوني على اليوتيوب لا تقولون ما قلت لكم ندخل على اليوتيوب اكتب خالد الخالدي دق على قناتي خلاف هوس على اشتراك تفعل الجرس بس الحاضر بيعلم الغايب ان كل الايام الستعشر ليله اللي قضيناها في لندن كلها نزلناها البارح واليوم على اليوتيوب فاللي بيشوف عمره واللي بيشوفها وين سرنا ولا وين يينا وشو العلوم شو الأخبار على مدى 16 ليلة 16 حلقة نزلناها نبوي على اليوتيوب على القناة على قناة اليوتيوب شو سيوتيوب بعد يلا تصبحون على خير. مبروك أبوي للشعب الإماراتي الفوز وصدارة المجموعة وإلى الأمام يا الأبيض.
واتمنى من الله ان الله ينصركم في المباراه الجايه على تايلاند ان شاء الله. والابيض ابوي من بونه قدام وبيتم قدام مدام الرب يعبد والمي يورد قدام يا الابيض قدام.